هل هي مستوعبة كل هذا العيد ميلاد؟ لا طبعاً. على فكرة بشار بصير أحكي لك شغلة. آه. ما لحقتش لسه تعمل لقطات. لسه ما مشيتش. فكرة إحنا زملاء. لا أي مشكلة هي ستورمي وكيم كارداشيان مسمي بنتها واشنطن. شيكاغو. شيكاغو. يعني عن جد ستورمي وشيكاغو واشنطن شو دخل واشنطن مش فاهم. عادي هي وقفت على هالاسم. مش كان في واحدة من الشركة بذا فويس كيدز اسمها أشرقت. مصرية. بقولي. شو اسمها هاي أبهجت. أبهجت. حكيت لي مين أبهجت؟ قلت لها هاي أبهجت الموجودة ب The Voice Kids. حكي لي أشرقت. قلت لها مش مشكلة أشرقت أبهجت كلها نفس المعنى يا نوعا ما. ما ابتسمت؟ لا 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 هم كتير تصرفوا بومة يعني هي بالعربي.